وخلينا نطلع ونشوف واحدة من الأماكن والمناطق السياحية الجميلة اللي عندنا في الخرطوم وجبلولية. قد يكون مختلف للناس لما نقول جبلولية، في زول على طول بيمشي ذهنه للصيد، السمك، الأماكن الجميلة السياحية، المراكب، الموية، لكن خلينا نشوف خزان جبلولية هو حقيقة عالم من الدهشة. نتابعه ونرجع من بعده. خزان جبل أولياء الذي يبعد نحو 44 كيلومترا جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، يعتبر هذا الخزان واحدا من أهم المصادر المائية في السودان. أهمية تكمن فيما يحتضنه في أحشائه من در كامن يتمثل في مخزون الثروة السمكية التي تقدر بنحو 15 ألف طن من الأسماك مختلفة الأسماء والأحجام. ولعل هذا الكم من الثروة ما يشجع مثل هذا الصياد الذي يلملم أطراف شباكه ليغزو بحيرة الخزان، علّه يظفر بما يسد الرمق ويملأ الجيب ويطرح عن الجبين رهق الأيام والسنين. ولا تختلف آمال وتطلعات هذه المراكب عن صاحبنا الذي رمى شباكه ويمم وجهه شطر الأمنيات العراض. إذن هي رحلة تمتد سويعات تركب خلالها المراكب المجهولة من الأمواج، لم تلبث أن تعود أدراجها إلى الشاطئ محملة بما جادت به أكف الشباك والسنارات من خير الأسماك ونعيمها، لتطرح بهكذا شكل على الشاطئ، ومنها ما يذهب إلى أسواق السمك التقليدية التي تكون غالبا جوار النيل، والتي يرتادها محبو السمك الطازج الذين يشتاقون رؤيته لحظة خروجه من الماء. ولكن هذا المنظر هو اللذة الحقيقية التي تشتاقها الأمعاء، فالأمعاء تعشق قبل العين أحيانا، فما أجمل السمك وهو يتقلب على النار سواء مشويا أو مطهوا. ثم تأتي لحظة أن يجتمع الأصدقاء والأحباب على مائدة سمك بالخبز، محلات بالشطة ومحفوفة بالحنية والتواصل الحميم، وكلوا هنيئا مريئا. وهذا مظهر آخر من المظاهر الإيجابية لوجود مصدر مائي كخزان جبل أولياء. السياحة والمتعة وحشد الأخيلة بالمناظر الجميلة فرصة يمنحها الخزان لمرتاديه. صباح جميل عليكم. وإحساس السمك إحساس بيجوعي يا جماعة، والشكل الأخير اللي إحنا شفناه للسماكة من مرحلة الصيد لمرحلة النار الزيت لحد ما السمك ده طلع علينا الآن شفناه في خزان جبل أولياء، كان حاجة مستفزة بجد يعني. وفي البرد ده تحديدا إحنا شغالين في أجواء بتحتم علينا ناكل في أي زمان ومكان. صباح الخير عليكم بالهنا والشفا.